بنكمل معكم مشاهدينا من يوم جديد، لقائنا التالي بيجمعنا ب دكتور زينة غصوب الأسود عبر سكايب مثل العادة. زينة، بدي لك صباح الخير ويعطيك العافية. صباح النور إلي. زينة، كنت عم تابعك على الانستغرام، عم بتكون على تواصل وعم بسمع أسئلة كتير من الناس، هي هواجس كتار منا، ويمكن إذا بنفتح الهواء على مدار الـ 24 ساعة بنسمع أسئلة وأكثر 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 عن مخاوف، يعني عم بتراودنا بالفترة الحالية اللي عم نمرق فيها. عم نفكر شو مرق معنا قبل، عم نفكر اللحظة، عم نفكر باللحظة اللي جاية. ما بعرف البعض يعني بتتفاوت حسب قديش نسبة التفاؤل، قد ايه نسبة الوقاية اللي عم بياخدها، المنطقة السكنية، طبيعة عمله، طبيعة حياته، إمكانياته، قد ايه قادر يستمر ويضل واقف على أجريه وعم يتنفس. فبدنا نجرب قد ما فينا زينة نحن وياك نعطي هيك للمشاهدين، ما بعرف، ما بدنا نعطيهم إذا بدك هيك أمل كاذب، بدنا نفتش على الأمل الصادق اللي عن جد قادرين نلمسه، لمس اليد. لأن هيدا رأيي، عم بحس إنه كل شيء بنحكي وخاصة باختباراتي بيوم جديد مع ضيوف ومعكم، لما منحس حالنا إنه نحن المعنيين بطيروا كل هودي، كل المعلومات وكل الثقافة وكل العلم وكل المخزون اللي براسنا بطيروا، منصير نفتش هيك على قشة أمل يمكن تكون حدنا مش عم نعرف نلاقيها. اليوم مع السوشيال ميديا، وهيدا هو موضوعك، بس حبيت هيك اعمل هالانترودكشن لان كنت استأذنتك تحت الهوا. زينة تفضل، منين بتحب تبلشي؟ رح جاوبك اول شيء على الموضوع يلي حكيته. امبارح كنت عم بقرا عن موضوع كيف واحد بهالحالة يلي نحن فيها، هالحالة الأرق، هالحالة الوسواس مثل ما سألتني تحت الهواء، هالحالة عدم الانتاجية وكتير اشياء تانية، والاكتئاب وكل هالاشياء هاي، عدم النوم ويلي عم نذكرهم على طول على طول على طول. كنت عم بقرأ عن فيجن فينا نعملها كل يوم، ومن الاشياء اللي بنعلمها نحن الي هي شغله ما بتجي بسيطه اذا بدنا نحققها بالوقت. قلت لي شغله هلا كثير منيحه، انه نحن عم نسمع كيف نتوقع حالنا، وعم نسمع كيف لازم نعمل الاشياء، بس اذا حزت المحزوزيه يعني خلاص بنفقد كل شيء. انا بغلطك بهالفكره هيدي كليا. اذا انت محضر، شو يعني؟ اذا انت محضر لا الوضع يلي وضع صعب يلي هو مش هلا بس حالة الأرق والاكتئاب، بس إذا لا سمح الله أصبت بالفيروس أو حيلا شيء تاني، بقى في فيجن يلي كنت عم بحكيك عنها هي فيجن. إذا أنت كنت بجنينة في عندك ورد وعندك شوك وعندك اشياء منيحه بدها، مثل النبات يلي فينا ناكله، الخضره، الفواكه اللي فينا ناخذها، وفي شوك، بنقلع الشوك بس بناكل الفروتس وبناكل الفيجيتابلز وبنشم الورده وهالاشياء هي. هلا نحن كافراد شو لازم نعمل؟ نحن بس نشوف الشيء الحلو او ناكل الاشياء الطيبه او اللي بتغذينا، ما بنركز عليها، بنركز على الشوك. اوكي، نحن بنركز على الشوك. بقى انا بدي اطلب منك ومن المشاهدين انه التركيز مش على الشوك، التركيز هو على الفواكه، هو التركيز على الخضره، هو التركيز على النبات يلي منيح لنا، على الورده يلي عم نشمها، ونعيش اللحظه. سو بس تعيش هاللحظه هيدي وتركزها بالفكر عندك، نحن منقول الخلايا العصبية بتعمل نوع من فايرينج، بتلحم بالدماغ وبتبقى هالذكرى هيدي، وهالفكرة الإيجابية رح تبقى، وإمتى بس تعوزها بترجع لها.
ما بعرف إذا وضحت الفكرة لإلك إلي وللمشاهدين، بس يعني نحن علينا نتثبت بالأمور يلي فينا نعملها، مش الأمور اللي ما فينا نعملها، والأمور الإيجابية نقدر نوصل لها بس نحن ما نكون منيح. خلينا نشوف الامور الايجابيه من خلال السوشيال ميديا. يعني كنت عم اقول لدكتوره طرابلس الحمد لله يعني شفنا وجه ايجابي من مواقع التواصل الاجتماعي بهالحجر المنزلي وبفعل الابتعاد الاجتماعي وبعض المسافات، وعنا يعني مين اي بيت ما في عنده حدا بالغربه. فيعني تخيلي لو اتت كورونا وما في سوشيال ميديا شو كان صار فينا؟ مظبوط. ونحن جيل الحرب بعتقد بيعرف كتير منيح انه نحن كنا بالملاجئ وكنا على الشمعة وكنا ما عنا تواصل وما كان عنا، كان في تليفونات اوقات ما في تليفونات، سو بنعرف اوقات في تلفزيون اوقات ما في تلفزيون. بقى هالجيل اللي هلا واللي عايش هيدا الزمن الكورونا هو زمن أهين، أنا بلاقي نعم بكتير بقى هيدي الإيجابية يلي فينا نطلع عليها. بس مزبوط إلي، أنا عم بحضر لحلقتي لليوم كنت عم بتطلع على إيجابيات السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، وكنت عم بتطلع على السلبيات، وكنت عم بتطلع على دراسة عملت عبر 8 سنين خاصة للمراهقين، يعني من عمر 13 لل 25 ولاحقون عمدة 8 سنين، ولقيوا انه كانوا عم يطلعوا على كمية الوقت يلي بيقضوها على السوشيال ميديا، وهذا الشيء قد ايه بيقدر قد ايه بيأثر عليهم على الاكتئاب او القلق تبعهم او الحالة النفسية يلي مش منيحة عليهم. ولقوا انه كمية الوقت يلي بيقضوها هي بين ال 30 دقيقة لساعتين بالنهار. ولاقوا بعكس ما نحن بنفكر انه حسب نحن على شو عم نطلع وكيف عم نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي هو الشكل يلي بيأثر علينا، يا سلبي وإيجابي. وتبين بالدراسة هيدي انه الناس يلي بتفوت على موقع التواصل الاجتماعي بنية انه تنبش على شغلة معينة، بتنبش على شغلة معينة لا تسقف حالها، هاي نقطة. وإذا كانت بدها تتواصل مع الآخر بشكل إنه يكون في تواصل اجتماعي عبر الوسائل المرئية، هول الأفكار هول الأشخاص هن أشخاص كان عندهم إيجابية وما تأثروا أبدا، ولا صار معهم أرق ولا صار معهم اكتئاب ولا صار معهم مشاكل، خاصة احنا عم نحكي عن المراهقين. نعم بس المراهق يلي كان عم بفوت على مواقع التواصل الاجتماعي وعم بيقارن حاله بالآخر او عم يطلع على براندات او عم يعمل اذا بدك فليبينج، يعني عم بيطلع بس هيك عم بيطلع شو في شو في شو في كل الوقت شو في شو في كل الوقت، هيدا موضوع أدى لنتائج كتير سلبية وأدى لأرق كتير مزمن وأدى لديبرشن وأدى لمشاكل نفسية عصبية كتير كبيرة. نعم زينة، هيدا الموضوع يعني بتتذكري ب يعني سبت من سبوتة الصيفية طرحت هيدا الموضوع عليك، كنا سوا وحكينا عن الأشخاص اللي ما عندها إمكانية تظهر تسهر، بتفوت على السوشيال ميديا على الإنستغرام بتتابع الأشخاص، وخاصة يعني هيك المشاهير اللي هن تحت الأضواء بيشوفوا يمكن أماكن سهرة في حياتهم مش رايحين لها أو مش قادرين يروحوا لها، فول ميك أب لبس فساتين شباب صبايا الحياة سهر درينك موسيقى لايتينج، بحسوا حالهم هن قاعدين بهيدي الأوضة على هيدا التخت قدام تلفزيون حدهم كنباية. يمكن بتتذكر الموضوع؟ انا بتذكر هلا انتوا عم تحكي تذكرته 100% وقلنا قد ايه يعني النظر لهالاشخاص ومنصير نقارن حالنا فيهم ومنجلد حالنا ومنيأس حالنا ومنروح على الانهيار العصبي. بتذكر كثير منيح الحديث بوقتها الي، وهلا اصعب بكثير.
هلا انت مزروب بالبيت وعم بتقارن حالك مع اشخاص هن بالبيت كمان، بس كمان عم يفرجوا احلى صورة لهم. يعني انا هلا عم بطلع من مكتبي هون ماي هوم اوفيس على الموقع التي في، او حيالله موقع يلي هو موقع بسيط. هذا محل اللي بشتغل فيه، هذا محل يلي بكتب كل افكاري، بعلم فيه، بعمل كوتشنج فيه، كل شيء بعمل فيه بهذا المكتب. الناس بتبين احسن صوره لها، او بتغير الباك جراوند، او بتصور حالها بغير محلات، او يعني هيدا المشكل بيصير وقتها الافراد بيصيروا يعملوا مقارنه لشيء منه طبيعي. هالمقارنة لشيء منه طبيعي، منه نحن مثل ما عايشينه كل يوم، أكيد رح يصير عندهم مشاكل ودبرسي. هلأ في شغلة هون، الإيجابيات يلي لازم نطلع عليها، هو في كتير أشياء بتضحك عم تنحط على التواصل الاجتماعي، هي لازم نطلع عليها. في كتير أشياء بتروي لنا عطشنا بالموسيقى، هي بتساعدنا. بس إنه نطلع أخبار كل الوقت، نطلع على فيك نيوز اللي كل الوقت، نعم نطلع على مصادر غير موثوقة وخبريات، وهذا الشيء رح يوترنا. ديجا الناس موترة وهذا شيء نورمال كتير. برجع بذكر أنا طلعت معك يمكن من أسبوعين وقلت إنه هذا الموضوع كتير طبيعي إنه نكون موترين، نعم بس شو الوسائل اللي لازم نعملها؟ تاني نقطة، في دراسات بتحكي عن هالنوتيفيكيشن بس يلي انت عندك اياها على التليفون، كل ما اجت هالنوتيفيكيشن حتى تبع الواتساب انت بتخسر من خلايا العصبية بالدماغ تبعك. نعم يعني تخيل قد ايه الموضوع كبير وقد ايه ممكن يأثر علينا سلبيا. زينة، اللي عم تقوليه كتير مهم، خاصة بروتين يمكن عم ينعاد يوم بعد يوم. مثلا أكيد أنت مع عائلتك مع أصحابك، كيفك اليوم؟ شو عملت اليوم؟ أنه هلأ يمكن أنا عندي استثناءات، لأن بجي على الشغل مرة مرتين ثلاث مرات بالأسبوع ماكسيموم، أنه بقدر أخبر، بس بقية الأيام شو عملت اليوم؟ شو بدي أعمل؟ أنه يعني حتى لو شو ما عملت، انه يعني روتين اليومي عم بيكون روتين اليومي عم يخنق الناس. بس نحن كمدربين إلي عم نطلع كتير على مواقع التواصل الاجتماعي، وعم نعطي أفكار كتير للأفراد لشو بيقدروا يعملوا ضمن الحجر المنزلي كمان تبعهم. زينة، يعني ريت هيك مجموعة من توصيات مهمة من علماء النفس حول العالم عن كورونا، رح يعني اخذ رأيك فيهم وهيك قل لك اياهم عناوين سريعة سريعة، نجرب قد ما فينا نبعد كثير عن الأخبار، مش شغلتنا وعملتنا، نسمع اللي لازم نعرفه كرمال تنشوف نحن وين صرنا. ما نطلع للأسف على عداد الوفيات، نطلع شو في عنا حالات شفاء ناخذ هيدا الامل. يمكن اوقات حشريتنا لنعرف اكثر، نبحث عن المعلومات، واوقات بنشوف معلومات حتى مغلوطه. هلا اكديلي يعني حتى بدراسات بتطلع دراسه بتضرب دراسه، فبنتمسك نحن بالفكره ويمكن بتكون بتاذينا لا شعوريا. بتطلع دراسه بتقول لا يا جماعه هيدا غلط، لا ولو ما هون كمان يعني اشخاص مثقفين عملوا هيدي الدراسه. الشغل اللي حبيتها بس بدي استوقفك عندها، عن تجنب إرسال رسائل مرعبة ومحبطة، لأن مش كل الناس عندهم نفس القوة العقلية ونفس الإرادة ونفس المعنويات المرتفعة ونفس المناعة الجسدية اللي بتختلف من شخص لشخص، من عمر لعمر، من حالة لحالة. دراسة فيها كتير من النقاط، بس حبيت ركز مع حضرتك على هيدي النقطة. في فترة إلي من أسبوع يمكن أو أسبوعين صار في فويس نوتس لكتير من الحكمة عم تتداور صحيح بين الأفراد، وهذا الشيء كان كتير سلبي بنظري، لأنه مع أنه يمكن الانفورميشن يلي كانوا عم يتداوروها كانت صحيحة. نحن بنقول عندك موقع أو موقعين تطلع عليهم، منهم المنظمة العالمية
منظمة الصحة العالمية. وعندك السي دي سي بنطلع عليها، يعني بتطلع على دراسات معمولة وعلى إحصاءات عم تنعمل، مش على عدد ساعات النهار. نعم. عندك تطلع الصبح وفيك تطلع عشية لمدة 5 دقائق لتعرف شو عم بيصير، بس هالهامرينج هيدا ما بيسوى أبدا، لأنه أكيد لو أنت بصحتك العقلية التامة وما بيك شي نفسيا راح تتدهور، ما في مجال، لأنه عم بيصير في خبط نيجاتيف كل الوقت على الخلايا العصبية اللي عندك إياها. إذا زدت على هذا الموضوع أنت مش مرتاح بالحجر المنزلي تبعك، مع إنه أنا ما بسميه حجر منزلي، أنا بسميه استمتاع منزلي. إذا أنت فيك تعرف شو بدك تعمل بوقتك بقلب البيت، لأنه فيك تعمل كثير أشياء بقلب البيت إلي، يعني أشياء تركينا نحن صرنا سنين ومنا عم نعملها من وراء الركض يلي انا بسميه doing but not being، يعني نعم. على طول عم نعمل عم نعمل عم نعمل بس احنا مش موجودين بقى. هالاشياء هيدي ممكن تأثر سلبيا بقى، هالاشياء هيدي خاصة على الجروبات الكبيرة يلي بصيروا بيحطوا اشياء كتيرة بقى، التركيز على هالايجابيات، التركيز على الكباية يلي نصها مليان، التركيز على الاشياء اللي فينا نعملها. واهم شيء اهم شيء نحن بنحكي بكل مصيبة وبكل بانداميك على شو بنركز اكثر شيء لنرتاح نفسيا، هو مساعدة الاخر. نعم. مساعدة الاخر. تفضلي تفضلي. بس لان كنت وانا وعم بسمع لك عم شوف كمان، طالما عم نحكي عن السوشيال ميديا هلا في شيء بيظهر، ما بعرف مين كاتبه بس بعرف بنهايتها في اشاره الصليب الكل عم بيتداولوه. اهم درس تعلمته من كورونا انه يومنا العادي ما كان مجرد يوم عادي، انما كان من اعظم نعم الله علينا. اكيد. وانا حاقول لك كمان، كنت عم بقرا باراجراف اليوم ديني بيحكي عن رساله بيننا وبين ربنا، بيقول له يا ربي انا ما بقى فيي اتحمل، بيقول له ربو بس انت اكيد انت منك شايف انه يلي انت عم تقطع فيه هو منه تجربه، هو كيف الكاتربيلر بتصير بعدين باترفلاي، هو تجربه لإلك لترجع انت تعمل ضوي بحياتك وتقدر تفهم النعم يلي انت فيه، مش يعني انه ربنا هو يلي بعد هالمصيبه هيدي علينا، اكيد لا، بس يعني نحن علينا من يلي موجود بين ايدينا نعرف شو بدنا نعمل اليه، وفينا نعمل كثير، فينا نعمل كثير. مثل القصه زينة زينة عم تسمعيني؟ سوري بس هيك مثل القصة اللي كمان عم بيتم تداول فيها، وهيدي أشياء إيجابية عم جرب ضوي عليهم، لأن في أشياء إنه حلو بنقدر ناخذ منها عبر. هلا ما بعرف قد إيه صحيحة مش صحيحة، بس إنه حتى ولو مريض من بعد ما شفي من كورونا بمستشفى بأوروبا قالوا بدك تدفع ما بعرف كذا رو حق الماشين التنفس الاصطناعي، صار يبكي، طلعوا فيه قالوا له ما انت شفيت، قال لهم الي سنين عايش عم بتنشق هوا طبيعي وما دفعت شيء لله، هلا هالنهار ال 24 ساعه اللي حطيتوا لي فيها اكسجين عم دفعوني 500 يورو، صاروا الاطباء كلهم يبكوا والجسم التمريضي. اذا بنفكر قد نحن كنا عايشين بنعمه وكنا عم ننق رغم كل ظروفنا الماديه ورغم كل يمكن الحياه الغير مترف اللي البعض عايشها، وبنحس انه اخر الدنيا هون، اليوم اخر الدنيا صارت عند الكل، مثل ما كنا عم نحكي مع دكتور طرابلسي ومعك حكين قبل ومع كتار من الضيوف، انه الكل متساوي، بس بضل في يعني متساوي اجباريا. بس حضرتك اشرت لشغله كمان هلا لفتتني، انه حتى نحن وبهيدي المحنه زينا بننقي احلى كادر نطلع فيه، نلبس احلى بيجاما، حتى لو بيجاما او سيرفيتمان. عن جد زين عم بحكي هلا، ما بعرف يمكن هيك مشاعري اليوم كثير هيك مرهفة وجياشه، لأن عم نطلع انه الحياه كذبه زينه. عم بحكيكي بصراحه، عم بحكي صدقا،
يمكن من هيك قلت هلا لك انه موسوس، لان عم بتطلع يعني كل ليله قبل ما انام انه شو حياتنا، انه مشوارها على الارض. نقول إلي مشوارنا على الأرض كتير حلو فيكون، وفي يكون كذبة مثل ما عم اكيد بتقول اكيد يعني، انه بس نحن القرار لإلنا، نحن القرار لإلنا. بموضوعنا اليوم عن مواصل التواصل، مركز التواصل الاجتماعي، كتير التركيز تبعنا هو على إيجابياته. بليز خلينا نركز على إيجابياته، خلينا نركز على شو في يعطينا من ضحك، من موسيقى، من مساعدة، من تشيرينج للطاقم الطبي أو غيره، من أشياء فينا نعطيها ونساعدها ونتسلى نحن وأصحابنا وعائلتنا عليها. بس أهم شيء لي كمان، في شيء ما ذكرته، هو بليز ما نستعمله كثير قبل النوم، لانه قبل النوم في كثير دراسات بينت انه لحدود الساعتين قبل النوم كل شيء على السوشيال ميديا او حيلا شيء بيعمل لك ستيمولس بيسبب بأرق، وهالأرق بيعمل بيلدينج لسموم بالدماغ، وهالسموم بدماغ بتأثر عليك تاني نهار وتالت نهار ورابع نهار وما بيعود فيك تشتغل. بقى أولوياتنا رجعنا لأنه نهتم بصحتنا، إلي لازم نهتم بصحتنا، فينا نعمل تمارين رياضية بالبيت، فينا ننام منيح، فينا نقرأ، فينا نعزل الخزاين، فينا يلي ما عنده شغل يلي واقف شغله كليا فيه يطبخ طبخة طيبة، فينا نعمل كتير اشياء، بس ما نقعد كل الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي غير للرقص وللضحك وللمسايرة وللمساعدة. شفت اللي بحبك زينة غصوب الأسود؟ وأنا كتير بحبك واشتقت لك كتير إلي. بتعرفي ليه؟ يعني ما بعرف، أوقات يعني أصحابي اللي بيعرفوني اوكي زينة بدي اعتذر منك، ما بعرف اذا قادرين نرجع لك، بدنا ننزل مباشرة لوزير الطاقة اللي رح يعقد بهالاثناء مؤتمر صحافي حول استمرار العمل بسد بسري. متابعين معكم بلقاءاتنا المباشرة على الهواء، بدي حيي كل الأصدقاء المشاهدين اللي كانوا ناطرين إطلالة ريم نعوم الخازن لتقضي فترة حلوة مع أطفالكم هن وقاعدين ببيوتهم، إنما نظرا لتردي الكونكشن والإطلالة عبر سكايب رح نجرب قد ما فينا إذا بيسمح لنا الوقت يكون إلى إطلالة. لا ولا منوعدكم بإطلالة جديدة لريم من خلال برنامجنا بيوم جديد وقت قريب جدا. أما هلأ منكمل تباعا مثل ما وعدناكم ببداية مشوارنا الصباحي من يوم جديد عبر سكايب مباشرة، منروح إلى برونو طبال اللي عم بيعيش خليك بالبيت والحجر المنزلي لنشوف كيف عم بيقضي وقته ونشاطه أيضا على السوشيال ميديا، والبعد ما خليه أبدا يتوانى عن أنه يقدم لنا عمل مهضوم مع سينتيا كرم. فبرينو بدي أقول لك صباح الخير ويعطيك العافية، خلينا نروح لهالميل حتى ما خبي لك وجهك. منيح هيك؟ أنت منيح؟ أنا 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 ظبطت الوقفة مظبوط. صباحو برينو. صباح نور، كيفك؟ أنا منيح منيح ما شاء الله عليك، يعني وجهك مرتاح تمام. اللوك النوم والأكل اللوك بعده منيح، يعني قد إيه لك بالبيت برينو؟ بتسعة الشهر أنا بيصير لي على القد شهر. أوه من تسعة أدار، يعني أنا سبقت غيري تقريبا بأسبوع، يعني ما ظهرت أبدا أبدا لا سوبر ماركت لا، يعني إن شاء الله ما بتعوزل سوبر ماركت أكيد، بس أي. ما في أي ظهرة تانية غير السوبر ماركت. برينو قد ايه يعني شروط الوقاية العامة والسلامة عم بتطبقها؟ يعني كفوف، معقمات، كمامة؟ المعقمات والكمامة اكيد، معقمات، غسيل الايدين، في شغلة ضرورية صار في ريتوال بنتبعه كلنا بس نظهر من البيت. يعني اذا رحت على السوبر ماركت وصال على السيارة دغري بحط هاند جيل، وصال على السوبر ماركت بطلع بالسيارة بحط هاند جيل، بنزل من بيتي وصال على البيت بحط هنجل على البيت، بحط الاغراض، بنظف الاغراض، بفوت بغسل ايدي، يعني في عنا كل هالشيء عم نتبعه، بس ما عم بلبس خفوف لانه
اول شيء الخوف الاهم هو الماسك، لانه فعلا هي اذا دقت شيء وحطيت ايدك على وجهك، بينما مع الماسك مع الكفوف شو عم تعمل؟ عم ترجع تدقق تليفونك، عم ترجع تدقق كل شيء بالكفوف يلي دقت فيه وكل شيء. وهيك هيك الكفوف يعني بحاجه لهم اكثر بكثير الطاقم الطبي، واليوم نحن عارفين انه عتلانين هم ينقصوا او ما يعودوا موجودين، فما عم بستعمل الكفوف. لا ما بدها هالقد صراحه يعني، بس عم انتبه كثير خاصه بالماسك لما تكون محلات، اذا فتت على السوبر ماركت وفي ناس دائما بحط الماسك، هيدي شغله ضروريه. برينو يعني كنت اجي على التي في بساك صغير، مفتاح الكازيه، لونات، كم شغله، هلا صرت بجي حامل ومحمل ساك ادو، شو بدك سبيرتو حاضره؟ 70 درجه جال 70 هيدا كمان بيطهر الاسطح واكيد الفرش، وهيدا كمان معقم اليدين حتى نضل على جهوزيه، ما عدا الوايبس والكلينكس وكل هود القصص يعني، لنقدر نحمي حالنا ونحمي الاخرين منا كمان. برينو نحمي الاخرين منا، هذا الاهم خاصه الكبار من العمر يعني. صحيح نحن احنا بعدنا بصحتنا وممكن نلقى الفيروس وما نحس بعوارض، او حتى انه نحس مثلنا مثل يمكن جريب اخر، بس بدنا نفكر بالاكبر منا او باللي عندهم عوارض او اللي عندهم مشاكل صحيه او مشاكل صحيه مزمنه الى اخره. صحيح امراض مزمنه، وهذا الشيء سمعناه امبارح بتقرير، يعني هن اللي لازم نهتم فيهم اكثر، السكري، الضغط، الكانسر، امراض القلب وغيرها من الامور، والربو تحديدا يعني الاشخاص اللي عندهم حالات الربو على تغيير المواسم. عم بدق التليفون، بدك ترد ولا في حدا بالبيت يرد عنك؟ انت ومين محجور برينو مع عائلتك؟ لحظه روح رد في مع الوالد والوالد. طيب كثر خير الله، يعني انا محظوظ اني محجور مش لحالي بين اربع حيطان، لانه عم جرب كثير الاشخاص يلي مثلا عايشين بفرنسا ومنهم اصدقاء لإلي او عايشين بحيالله بلد، بتعرف بلاد فرنسا ما عندهم هالبيت يلي ثلاث اوض وصالونين ومطبخ والى اخره، عندهم اوضه مثلا مع اوضه ثانيه اوضه نوم 40 متر مربع. فعم جرب اتخيل اصدقائي وعم بحكيهم دائما يلي عايشين لحالهم من دون اهلهم، من دون شو عرفني، مش متزوجين، ما عندهم اولاد، بهالسباس الصغير ومجبورين يضلهم فيه وما يظهروا ابدا. فعلا بحس اني مش بحس يعني انا محظوظ 100%، ونحن بلبنان محظوظين لانه مع كل الحجر والابتعاد عن بعض بنضل عندنا هيك نوع من حياه عائليه، بنحكي مع حدا الى اخره. الله يخليكم لبعضكم. برينو بتعرف بفتره سابقه كان يمرق عطل بالواتساب او فيسبوك او انستغرام حول العالم، فيصير في نكت حول هالموضوع انه بهالنص ساعة او ساعة او ساعتين اللي هن انقطع فيهم التواصل، انه والله اهلي مهضومين، بتعرفوا تعرفت على بي زلمة لذيذ مهضوم، خي مهضوم، اختي مهضومة، هلأ بفعل كورونا قدي عم تتعرف عليك عن جديد، قدي عم يتعرفوا عليك عن جديد. انا واهلي قراب يعني، مش انه ما بنشوف بعض وما بنقعد وما بنحكي وما بنتغدى مع بعض، عنا يعني نلتقي ببعض كثير. بس اكتشفت شغلة انه كلنا بهالحجر عم نعمل افار دائما نكون سلميين، يعني عادة نضلنا اكثر، نضلنا نحر اكثر مثل ما بيقولوا، او نتخانق على قصص صغيرة يعني، طبعا مش قصص مهمة كثير، بس هون عم نعمل افورت انه نضلنا بطريقة طبيعية. اجت بعتقد انه عم يشتغل فينا الريفلكس الطبيعي انه نكون نحن متداركين انه مجبورين نعيش مع بعض هالمرحله كلها، فمجبورين نكون مسالمين وكل واحد يعني يحترم السبيس تبع الثاني او خصوصيه الاخر. طيب برينو، يعني كل الناس عم بتعيش يوميات، البعض عم بيكون في عندها روتين بيومياتها، البعض عم تستفيد من هيدا الحجر، عم بيعملوا سبور بالبيت، عم بيرقصوا، عم نشوف كثير عم بينعطى دروس اونلاين من كذا جيم، من بيرسونال ترينر، من دانسرز، الى ما هنالك، من حتى اختصاصيه تغذيه، بس دائما بتكون الانظار على الاشخاص المشاهير اللي تحت الاضواء والناس بتعرفهم وبيحبوا يتابعوا اخبارهم. انت يعني يومياتك كيف اذا بنبلش من الصبح لوقت الاثنين؟ يعني دائما الاشخاص المعروفه عندنا فضوليه اكثر انه نعرف اكثر عنهم او عن شو عم بيعملوا. هذيك نهاري مفركش صراحة حسن. هلا شغلة ضرورية إنه مؤخرا عم نظم إذا بدك ريتم معين، لأنه بحاجة تضلك عقليا
طبيعي بحاجه لانك تنظم بطريقه معينه نهارك، وما تكون كل الوقت عم بتنام، ما تكون كل الوقت بالبيجاما، تقوم تتحمم تظبط حالك براوند سوان دو سوا، يعني مثل ما بيقولوا تظبط لحيتك، تظبط تضل شكلك انت مع نفسك مع المرايه، تكون مبسوط من حالك، لان شغله مهمه لنفسيتك. فعم بعمل عم بتبع كل هول، ما عم بقوم مأخر دائما. هلا اوقات اذا حضرت شيء مأخر بالليل، تعرف كلنا هلا على نتفليكس وعلى طبيعي. الدي في ديز والى اخره، اوقات مثلا بنام 4 5، اوقات بنام 2 1 حسب. فبقوم بكير بتحمم او بظبط حالي او بشتغل مثلا على البلكون بالزريعه، بتعرف هلا موسم هيك هيك ما عندي شيء، وانا بحب الطبيعه والارض، فقاعد عم بزرع على بلكونين. في عندنا بلكون ل جنوبي عفوا غربي، في عندنا بلكون شرقي، الشرقي للصبح بتبقى ضربة الشمس مبسوط فيه، مركب عليه هامك، والبلكون الغربي لبعد الظهر لما بترجع تكون صارت الشمس هالميل. فعم بقضي وقتي هيك، عم بشتغل كمان، عم حضر لبعدين، لانه ما في شك انه المرحله بدها تنتهي، ما حنضل محجورين طبعا طبعا. سنين. فعم كنت رح بحضر، اسالك عن هيدا الموضوع، يعني عم تستفيد من نعم وقتك لتعمل هيدي التحضيرات اذا لحضر في من اعمال فنيه. لكن في برينو شيء، يعني رح في كفي عندي رح كفي مشاريع عم بحضر عم بشتغل عليها كرمال تكون جاهزه اول ما نكون حاضرين لنرجع على يطلق سراحنا اذا بدك. رح احكي عن هيدا الموضوع، بس طالما اتيت على ذكر الجنينه او الزهور اللي عم تهتم فيهم باخر الفقره، حتى اذا صار ما صار من تقطيش بنكون نحن ختمنا وقلنا كل شيء بدنا نقوله واخذنا منك اللي حابين نعرفه وسمعناك عم بتغني لنا، حتى لو على سكايب رح نسمعك عم بتغني. ممكن تتنقل بالتليفون تفرجيني زهراتك انا بالاخر؟ قاعد مش على اللابتوب، ماني ما... على التليفون، قاعد على اللابتوب اوكي بيطلع اكثر من الباب. اوكي كان عبالي هيك نشوف اي انواع زهر عم تهتم فيهم. طيب برينو خبرك. برينو كنت عم بتقول انه عم تستفيد من هيدي القعده لتشتغل للمرحله القادمه. قبل ما نفوت للشق الفني، شو اكتشفت مواهب بحالك ما كانت او يمكن كانت موجوده بس ما كنت تعطيها اهميه بفعل عامل الوقت، عصر السرعه اللي كنا عايشينه، الامور كيف كانت فايته كلها ببعضها، كنا حاملين اكثر من بطيخه بفرد ايد؟ ليك رح اقول لك شيء انا كثير ببسطني وكثير فخور فيه. انا استبقت العالم كله بهذا الشيء، لانه ما اكتشفت قصص ما كنت اعرفها، ولكن طورتها اكثر وسمحت لنفسي اخذ وقتي اعملها. انا لي سنين وانت بتعرف عم بحاول ما اتبع الريتم اللي العالم كله راكب وحامل 100 بطيخه ومش مستعجل ومش عم بلحق ومش عم يتنفس. انا رجعت للارض من 5 سنين ورجعت لحياه قرويه وعملت مشروع الكل صاروا يعرفوه، سنون، يلي هو بننظم رحلات وغدوات بالقرى حتى الناس تكتشف القرى، بنطلع بنعيش مع الناس، بنتعلم تحضير الاكل معهم. فهيدا كله اذا بدك تمرنت له مثل كاني تمرنت هالخمس سنين لليوم، كانه بغير طريقه. ف كل شيء كنت عم بعيشه من بطء الوقت، يعني رجعت اخذ وقتي اوعى بكره اطلع بالسماء، اطلع بالغيوم، عرفت كيف؟ يعني مثل ما بيقولوا سبح ربك يعني على الصبح. عم بعمله وعم برجع، يعني حسيت حالي مثل كاني تمرنت له وهلا عم طبقه، عرفت كيف؟ نعم. الشغل مثل ما قلت لك بالارض بالزرع، اتاكد من البلانتات، شحيت، كله هيدا عم بعمله وعم بستفيد منه لاني بلشت اعمله قبل، مش اني هلا بلشت عم بتعلم عليه. فحسيت حالي محظوظ انه شي محل فادتني هالمرحله كلها يلي كنت انا اوريدي عم حضر فيها، واللي كنت عم بمحل او باخر عم شايف انه الحياه ما فيها تكمل بهالركض وبهالسرعه. وبعتقد انه العالم كله بس تخلص ازمه كورونا بده يرجع لنفسه وبده يشوف انه ما فينا نكمل نعطي اولويات لقصص. اليوم شفنا شو صار، ما كان في اولويه للصحه، ما كان في اولويه للريسيرش، يعني نجرب نفهم الاوبئه كيف تجي وكيف بنحاربها. العالم كله خزل الكورونا، وليك وين صاروا كلهم؟ نحن بعدنا بالعكس، نحن استبقنا العالم كله بطريقه كيف عالجنا الازمه. فبعتقد انه العالم كله بده يرجع يفكر بكل نمط حياته اللي كان قاطع فيه، ويشوف طريقه انسانيه اكثر، طريقه ابطا، طريقه مش راكبه بس ورا الكسب المادي، ورا انه بتقطع الحياه وبدنا نعمل 100 شغله بنفس الوقت ونحقق قصص كثيره، لانه هيدا اذا بدك النورمال انه نكون عم نحقق حق دائما. بعتقد الانسان رح يرجع لجوهري، شيء جوهري اكثر.
على كل حال، ما قبل كورونا كنا عم نسمع كثير من الاشخاص عم يدعوا انه نرجع للطبيعه، وشفنا يعني النشاط اللي كنت عم تقوم فيه برينو، وفي كثير من كمان الجمعيات البيئيه السياحه الداخليه كانت عم بتكون ناشطه جدا لنرجع للطبيعه، نرجع للجذور، وصرنا نشوف يعني اقل مطرح هيك ان شاء الله قاعدين على تخشيبه مثل ما بيقولوا، فرشه قديمه نلاقيها لقطه ودح بالنسبه لنا، وناخذ صور ونعممها وتنتشر، واو يسالونا وين هالمطرح. وانا كنت عم تابعك على السوشيال ميديا يعني مع كل الزوار اللي قصدوك، ناس معروفة وناس غير معروفة. نعم، وكنت عم تسألني وين، وين هالمحل. ايه ما رح اقول لك وين المحل، مثله ما تايل عم بقول انه هيدي الدعوات كانت من قبل، يعني لان كان اذا بدك العالم كله بخطر نتيجه التلوث البيئي، وكان في مؤتمرات عم بتصير عالميا حول التقليل من هذا التلوث، لان كان في يعني انذار بمخاطر كثيرة ناطرتنا. فانت يعني كنت هيك استبقت الامور واجت بوقتها. رح ترجع للمشروع السنه من بعد ما تخلص هالحاله اللي نحن فيها ان شاء الله. يعني انا طموحي واذا بدك هدفي هو انه نرجع لهالمشروع، وفعلا بهالوقت بهالزربه بهالحجر عم بشتغل على هالموضوع، بلشت حضر للموسم الجاي، بلشت افكر اذا من هلا لشهر من الاراضي كنا رجعنا نقدر نطلع من بيوتنا نزور الناس. بعتقد رح تكون كثير متعطشه لانها ترجع للطبيعه، لتشم هوا نظيف، لغير المدينه، لغير الحبس يعني اذا بدك. فرح تكون بحاجه لمناخ ولشجره ولمنظر حلو ولاكل طيب. بعتقد انه رح يكون الله راد جاهزين. طيب برينو، عندي كم سؤال. هلا رح احكي شوي عن شو عم تحضر فنيا، رح احكي عن رايك باللي عم بيصير على السوشيال ميديا، وهلا قبل شوي يعني كنا مع معالي الوزير عم يحكي عن اهميه سد بسري، وشفنا قد ايه صراحه ما لحقته لانه كنت عم حضر لنتكلم. اوكي، يعني كان عم بيقول انه عن اهميته وقد ايه رح يساعد مدينه بيروت من ري المي وغيرها وغيرها، وقديش كان في يعني هجومات عليه، وشفنا يعني ايام الثوره شو صار من حركات. رح اسال هيك عن كم موقف، بس هلا بدي منك تغمض عيونك تحس حالك بسنونو. وين ما بدك، سنونو هو لبنان كله. اوكي، غمض عيونك. ايه غمض عيونك انت هلا بسنونو، بهيدي الاجواء الحلوه، الروعه، اللقمه الطيبه، الطبيعه، خيمه العريش مفيايه عليك، شو بيطلع على بالك تغني؟ وما تفتح عيونك. ما بفتح عيوني؟ ايه لا خليك هيك. شو بدنا نغني؟ هلا على الوعي بدك صوتي يطلع مغنى؟ خليني افكر لك. مغمض عيوني. هلا مش قصاص فيك تفتحهم، بس انا عم بعيشك الحاله. مش قصاص مغمض عيونك. عم بعيشك. هذا تخيل شو معقول غني شيء حلو، شيء هيك بيوحي بالطبيعه. المشكله بس بدك تغني شيء هيك، بدك تغني شيء له دخله ب ب شيء بيرجعك لارضنا. في كثير قصص يعني، مش ضروري هيدي الحاله. لا انت اخبر يعني، انت ولو ما شاء الله عليك واقف على مسارح كثيره واحييت حفلات مش معقول كيف بس تطلب من واحد يغني هيك فجأة ما بيعرف اي غنية بدنا نغني. هلا بنغني شيء، خلينا طيب. نكمل. اوكي، هلا بترجع. فنيا في شيء اعمال عم تتحضر بهيدي القعدة؟ في كنا عم نحضر صراحة لمسرحية كان لازم تنعرض بالشهر الفرنكوفونية، يعني خلص الشهر الفرنكوفونية، كنا بلشنا نشتغل من شباط وعلقنا كل شيء لانه كانت باللغه الفرنسيه، وكانت رح تنعرض بالاشتراك مع السانتر كولتورال فرونسي، ميسيون كولتورال فرونسيز، كله تاجل. طبعا ما بنعرف لامتين، يمكن للسنه الجايه لانه هو بضمن شهر الفرنكوفونيه، كان من اخراج ومن تمثيلي مع عدد من الممثلين. في مسرحيه ثانيه كنا عم نشتغل، بعدنا عم نشتغل عليها، ولكن عم نأمل انه تكون للخريف الجاي اذا تحسنت الامور. اكيد ان شاء الله ما فينا نضاين كلنا من هلا للخريف هيك. هذه المسرحيه بالعكس هيك نقشه بالعربي، مختلفه عن كل شيء كنا عم نشوفه. هول اذا بدك العملين الاساسيين كان مفروض. طبعا كمان دائما انا بالسنه بعمل اغنيه الى اغنيتين، السنه ما عملت لانه شفنا الاوضاع كيف كانت، من ازمه اقتصاديه لمشاكل لكورونا، فكمان تعلق يعني كل شيء تعلق شوي، بس هول جاهزين اذا بدك انه يرجعوا على السكه اللحظه اللي نحن فينا نرجع على الارض.
نعم. نتمنى لك التوفيق برينو طبال. اليوم قد ايه انت واثق بوطنك؟ وكنت عم تقول ببدايه اللقاء عندك اصحاب باكثر من دوله غربيه، شو عم بيخبروك؟ شو عم بيقولوا لك؟ قد ايه انت يعني اللي بيتابعك وبيتابع مواقفك يعني مدافع شرس عن الفتره الحاليه اللي عم نعيشها بالوطنيه بالسياسه بالمواقف، هيك باختصار وللكل الاشخاص المشككين واللي دائما بيصوروا لبنان انه يعني ادنى الدول وبيصفوه مش بالعالم الثالث بالعالم العاشر كمان، وللاسف يعني بيحملوا هويه لبنانيه. ليك معهم حق، معنا حق وقلنا حق ننتقد بلدنا دائما تنطلب الافضل. بس بتاني مين لازم نكون عم نشتغل نحن كمان تنحقق، لانه البلد منه بس دوله هي بتحقق وانت اوتيل تجي 5 ستار، انت جزء من هذا البلد وجزء من معرفتك لتاريخ هذا البلد تتعرف تاخذ مواقف صحيحه. بالنتيجه نحن بلد ديمقراطي، مهما قلنا ومهما كان في اذا بدك علل، نحن بلد ديمقراطي، كل واحد له حق يعطي رايه، كل واحد له حق يكون عنده وجهه نظر ومقاربه لكيف بده البلد يكون. ولكن بالنتيجه الديمقراطيه يعني الاكثريه هي اللي بتنجح، اليوم الاكثريه بنعرف وين، بغض النظر في كثير اراء اخرى ولازم نسمع للصوت، نعرف انه في مشاكل كثيره على الارض، نعرف انه نحن بازمه اقتصاديه وارثينا، منا اليوم صارت، مش الحكم اليوم يلي وصلنا إلى، ولكن الحكم اللي نعرف شو هو وكيف هو. فاذا انا بخاف، متردد، بفكر هاجر، ما بكذب، بس بنفس الوقت فيني هاجر، فيني ضلني حاطط اجر ببلدي، لانه كيف ما رحت وين ما رحت هيدا بضل ارضك. نعم. يعني انا فيني اليوم يمكن روح لاقي جوب او لاقي شو عرفني شيء لمهنتي ببلد ثاني بفرنسا مثلا، بس اكيد اكيد انه ولا ممكن اعيش كل حياتي بفرنسا وكانه ما بحياتي كنت بلبنان، انا بالنتيجه ما عمري 10 سنين هجرت. ولكن بنفس الوقت بالنسبه للي عم بيصير اليوم انا بعتقد انه بالاوضاع اللي نحن فيها من واجبنا انه نكون مسؤولين، انه نسمع اليوم اللي عم يطلب منا، يعني نكون مواطنين بالنسبه للي عم يطلب منا ان كان من ازمه كورونا او شيء ثاني، ونلاحق الامور مثل ما هي على الارض 100%، ونتمثل باللي عم بيصير برا تنعمل مثله هون، مش انه كل شيء بيعملوه برا منيح، الاشياء المنيحه اللي بيعملوها برا واثبتت انه نحن اليوم بوضع الكيزه اللي عم نعيشها الكورونا، انه نحن احسن من متفوقين على كثير بلاد لانه استرقنا الموضوع وادركنا من قبل. فاذا مش كل شيء عاطل بهذا البلد بلبنان، في كثير دائما في امور ايجابيه. نعم لازم ندور عليها وبدنا نفل، يمكن حقنا نفل، بس ما ننسى انه البيت ناطرنا، انت بتقفل بيتك وبتروح بس ترجع عليه ولا مره بتضيعه. صحيح. انا هيك بشوف الامور صراحه، ويمكن فل، بقول لك انا يمكن انا فل، بس ضلني ارجع بضلني عم بطلع على شو عم بيصير بهذا البلد، واليوم انا عندي تفاؤل لانه بالنتيجه ما فينا الا نتفائل، يعني مجبورين حتى نضل مكملين، متفائل مع الحكومه الجديده اللي حاسسها انها عم تشتغل، ما حدا يغش حاله ويفتكر انه معهم باجيت ماجيك. صحيح بدنا نكون كمان واقعيين. نعم بدك كثير شغل وبدك كثير تعب، والحكومه والاشخاص نزيهين يلي بالحكومه واضح. في ضغوطات سياسيه، العالم كله فيه ضغوطات سياسيه، ما بقى نضحك على بعض، يعني ما في بلد بالعالم ما بتكون حكمته الاحزاب، يعني من نتيجه الاحزاب هي اللي بتكون البيزاج بوليتيك، يعني الحياه السياسيه. فاذا مهم يكون عنده استقلاليه معينه، حد ادنى من الاستقلاليه، وما يعيشوا او اذا بدك ما دائما ينجروا للضغوطات يلي بتصير عليهم. نعم. بس برينو قبل ما يخلص وقتنا معك بدي اقول لك شعنين مباركه مسبقا على بكره. ميرسي. انا مش بكره، انا جمعه الجاي. عفيك انا وياك احد الجاي. كيف نسيتها هيدي؟ مزبوط خلص احد الجاي بطلع معك سكايب بنشوف كيف عم تشعنن. برينو بدي اتمنى هيدي الفتره تمرق هيك يعني بسلاسه باخف اذا بدك انعكاسات سلبيه على الصحه الجسديه، على الصحه النفسيه، على وطننا لبنان، على عائلتك كمان. بنهايه لقائنا معك برينو خطر ببالك غنيه نختم فيها ولا كمان مصر انه ما تغني؟ يلا فينا نعمل هيك شيء مهضوم صغير من الرحيم. يلا ان شاء الله يطلع حلو. بس افتح لي الباب وقلق لي، خلينا ننسى الماضي، ست شهور ما بتفتح لي، صار لك
من قعد الماضي وخسرنا الحرب وما بتقلي تقتلنا على الفاضي تحلي الباب وأهلا إلي سلام تمك برونو شانتيون صغير يعطيك العافية ميرسي برونو سريعا سريعا ب 30 ثانية على طريقتك كيف بدك تقول للناس يضلون بالبيت؟ إذا بدكم تضلكم بالبيت ما تفكروا أنكم عم تضلكم بالبيت لإلكم فكروا أنكم عم تضلكم بالبيت للناس اللي بتحبون واللي خاصة أكبر منكم أو معقول يكون عندهم مشاكل صحية ما تنسوا أنه بالنتيجة بالحياة ما فينا دائما بس نفكر بحالنا والمواطنية الحقيقية والإنسانية الحقيقية نفكر بغيرنا ضلكم بالبيت مرحلة وبتقطع وبعدين كلنا رح نرجع نظهر إن شاء الله خير برينو بقول لك ثانك يو على اطلالتك معنا اليوم عبر سكايب بيوم جديد وان شاء الله بنرجع بنلتقى هيك لايف فيس تو فيس نسمعك عم بتغني وحدك انت وسينتيا بعملك المسرحي مهم دائما تكون موجود على الساحه شكرا لمشاركتك معنا ثانك يو للفنان برونو طبال مشاهدينا رح نتابع نحن وياكم بلقاءاتنا المباشره بعد الفاصل الاعلاميه ريما نجيم بضيافه يوم جديد عبر سكايب خليكم برفقتنا لنشوف ريما شو عندها تقلنا منكمل معكم مشاهدينا بنعتذر عن العطل الطارئ على السكايب أخرنا شوي عن ضيوفنا مباشرة حتى نستفيد من الوقت المتبقي ننتقل للزميلة الإعلامية ريما نجيم عبر سكايب مع ميكرو صوت الغد يا ريما يا عيونة لريما صباح الخير صباح النور ريما اشتقنا لك أنا كمان كثير وانت قلت لي حط الميكرو فحط الميكرو فاليوم ايه اكيد اكيد هيدي عدة الشغل قلت لك حط الميكرو لانك عم تطلع من البيت عم تعمل برنامج يا ريما الصباحي من الاثنين للجمعة على صوت الغد مزبوط مزبوط هيدي غيرت القعدة على فكرة كمان كان غير كورنر قاعده فيه قلت انا بغير جو انه انا عم بظهر انه انا عم بغير لا كذا استوديو بالبيت عندي عرفتي انه نحن هالقد استوديوهات متطوره ايه 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 ريما مش جديد عليك تمارسي عملك الاذاعي من البيت فرقت مرقت بفترات سابقه كنت هالتجربه خطيه وكنت السباقه وعملت هيك حالي بالبلد اكيد يعني اكثر من مره وكنت واكبك من الاستوديو اوقات اليوم بس بفعل يعني هالحجر الالزامي خليك بالبيت الا انعكاس سلبي ثاني ولا هي ذاتها انت هيك بمملكتك مرتاحه ليك طبعا قلق انعكاس تاني قلق جو تاني قلق تاني كنت عم بقول لك تحت الهواء انه يمكن اخرت عليكم شوي لاني ما نمت امبارح يعني نمت الساعه 6 الصبح في حاله قلق غريبه يعني ما بتشبه غير اوقات كانت تكون مثل ما بتتذكر مولده اطلع من البيت لحتى ما نوقف هوا لحتى ما يوقف البرنامج وكل هيدي التفاصيل كان انه الاشياء طبيعيه اليوم عم نعيش شيء مش عايشينه بحياتنا يعني انا قلت لهم للناس على الهواء لي انه نحن عشنا سوا الحرب عشنا سوا الثورات عشنا سوا الغربه اوقات تكون انه يعني برات لبنان عم زيع واخذ هالشنطه معي وهالاذاعه معي بفرح هالمره في قلق في خوف من المستقبل اذا بدك في الناس بغير نفسيه عم بتكون يعني شيء جديد مش عايشينه بحياتنا no. لاول مره بنعيشه ولاول مره ما بنعرف عنه شيء وهالقد خبيث وهالقد مؤذي مش بس جسديا نفسيا كمان فايه غير مشاعر ريما يعني رح اطرح عليك عده مواضيع منها المسؤوليه
اللي يعني مطلوبة منا حتى دايما نعطي هيدا الأمل ونعطي هيدا الرجاء، ونفس الوقت يعني نحن بحاجة له، يعني بدنا نغذي حالنا حتى نقدر نعطيه ويوصل بصدق للمشاهدين وللمستمعين عندك، ومستمعين مشاهدين طالما يعني سكايب شغال عطول صار راديو تلفزيون. بس قبل ريما، مثل ما طلبت منك لما كنت عم حضر أنا وياك لليوم، اعتبري أنه صارت الساعة 8 الصبح مثل العادة بتفتتحي بصلاة، نحن عشية أحد الشعانين، وبنعرف هيك علاقتك بربك وبالخواطر اللي بتحطيها على تويتر على الفيسبوك، كيف فينا نترجمها بصوت وحضور واسم ريما نجيم عبر شاشة الأو تي في من خلال برنامج يوم جديد؟ بدك يعني ببلش كأني عم بلش الحلقة وهيك مع الصلاة؟ يعني هي مع الصلاة؟ ايه Yeah. بدي اسمع الصلاة منك، وخدي وقتك كأنك بالإذاعة، أنا شايفك إنه ما بتكوني كاتبة شيء، بتغمضي عيونك أكيد أصلاً. تمك شوي بروفيل على الميكرو حتى ما يفقع، وبتسيري تقولي شو بتحسي، شاركينا معك، تفضلي. الله معكم. نحن ناس محكومين بالأمل، نحن ناس محكومين بالرجاء ومؤمنين فيه من اليوم ليوم القيامة، بهذا الزمن المجيد اللي عم نعيشه، بهذا الزمن اللي فيه كتير من الوجع اللي عم نعيشه كلنا سوا، نصلي صلاة جماعية، هيدي الصلاة الأقرب لقلب الرب، نطلب منه إنه يكون حدنا بهالمرحلة الصعبة، مش بس حدنا، نذكر معنا كل الناس اللي ما بيعرفوه، يمكن هيدول أكثر ناس عم بيعيشوا تجربة بهالفترة، لأنهم ما قادرين يحسوا بالأمان، ما عارفينه ليحكوا معه. يا رب باسمهم كلهم، باسم كتير من الناس الموجوعة والعايزة كتير من نعمك إنها تفيد عليها بهالزمن المبارك، منصلي لكل حدا بآخر الدنيا ما بنعرفه بس بنعرف عنه إنه عايز حب العائلة، عايز غذاء لأولاده، كان كل يوم بمثل هالوقت يقوم يركض ينبش على لقمة عيشه، على شغل لقله، على حياة أفضل، كان يبقى عنده أحلام كبيرة. وقعد كلها بهالتجربة اللي يمكن تكون أنت سمحت فيها لتبعت رسالة لكل واحد منا، إن شاء الله تكون هالرسالة وصلت، إنه ما في شيء على هالأرض إلا ما هو زائل، وإنه لن نكنز لنا الكنوز على هالأرض، لأنه حيث يكون قلبنا يكون كنزنا. ما بنعرف هالقلب إذا بيستاهل محبتك، إذا بيستاهل عطاياك ونعمك. نتمنى يا رب إنك تكون راضي عنا، وإنه نكون بهالمرحلة عم نعرف نعيشها، عم نعرف نحب أكثر، عم نعرف مفهوم العيلة اللي أنت مقدسها أكثر، عم نعرف نتخلى عن كتير أشياء مقابل أشياء تانية هي أهم وكنا نسيناها بعجقة هالعمر بعجقة هالحياة. أتمنى تسمحنا على كل أغلاطنا اللي غنطلعها لحقك، لحق حالنا، لحق الناس اللي منحبهم، ممتنين نحن لنعمك الكتير اللي كانت مرفقتنا كل يوم وما عم نقدرها، ممتنين لنعمة الحرية، حرية التحرك، حرية الفكر، كل شيء حلو عطيتنا إياه وما عرفنا قيمته. يا رب بالزمن القيامة المجيد فلتكن قيامة للبنان من كل تخبطاته ومن كل بشاعة المرحلة اللي عم نعيشها، من كل أذى عم بيطال الأطفال والكبار بالعمر والأحبة وين ما كانوا بالغربة أو بالوطن. أعطينا من نعمك يا رب أهم الصبر والإيمان، ونؤمن أنه بعد درب الجلجلة دايما في رجاء وفي قيامة وفي محبة جديدة وعهد جديد رح يبلش علينا. أمين. أمين.
سلمتني ريما، شكرا على هالمشاركة من خلال هالكلام النابع من القلب، وقد نحن بحاجة لهيدا الرجاء. ريما نجيم، يعني يوميات الحجر كيف عم بتعيشيها من بعد ما تنتهي من تقديم برنامجك الإذاعي؟ لك إلي، أنا مني حدا كتير يعني بضل برات البيت، يعني أنا معودة في عندي أوقات كتير بنفصل عن الناس وبقعد كتير بالبيت، فما عندي مشكلة مع البيت، عندي مشكلة مع الحرية، مع مبدأ الحرية. ما بقدر يعني ما بقدر إنه يكون إنه ما قادر أتحرك مثل ما أنا بدي. يومياتي بتشبه يوميات كل الناس أو كل أم، بوعى على الهواء مثل ما حكينا على الساعة 8، أوقات برجع بنام لأنه ما بكون نايمة لأنه عندي كتير اضطرابات بالأكل، اضطرابات بالنوم، اضطرابات بكتير أشياء. فبرجع بطبخ، أوقات بعمل أشياء للولاد، يعني بتابع معهم بعض التفاصيل إذا كانوا فاضيين، يعني لأنه كلهم هلأ عم يدرسوا أونلاين، يعني عم يدرسوا أونلاين وعندهم سيريز بدهم يحضروها، فكل واحد هيك عنده إذا بدك الجو تبعه. هيك بقرأ، بحضر سيريز كمان، بفكر، بكتب، منجرب نقطع الوقت بس ما عم بيقطع، تقيل يعني. تقيل الوقت ها؟ أوقات طيب. بتقول أنت أنه لو بتوقف هالدنيا وبتعطيني مجال أنه أرجع أنا زبط أفكاري، زبط حياتي، فكر بمستقبلي أفضل، لما بتوقف بتلاقي أنه لو ما كان بدها هالآن، أنه ما كان في زوم. أخذتيني لمطرح يا ريما، هيك عطيتيني باس على أهون سبب، مهدتي للطريق. ريما، بهالجو اللي عايشتيه، بتصور كلنا عايشين، إنما كل حدا بترجمه حسب هو كاركتير وحسب كيف بيتفاعل معه. وردتك يعني وردت على راسك هيك فكرة إنه يمكن اليوم موجودين لا سمح الله بكرة لأ، وإذا إيه أو حتى لأ، بهالفترة اللي عم تشوف فيها العالم كيف كله عم ينهار، يعني جبروت العالم كله سوا، كبرى الدول العظمى كيف كلها عم تنهار بفعل كورونا فيروس اللي مجهول، بيقولوا عدو فتاك خفي، شو بيخطر ببالك بتقولي يا رب طلعني من هالأزمة، في شغلة بعد ما عملتها بحياتي أعطيني هيدي الفرصة أني أعملها، شو هي هيدي الشغلة؟ يعني مش هي شغلة واحدة، إذا بدك شغلة إلها علاقة كمان بشخصيتي وإلها علاقة بكسلي أوقات كتير بالحياة، إنه أنا حدا بأجل، كسول بعد الشيء بالأشياء الأساسية واللي أشياء أنا بحب أعملها أو بحلم إني أعملها، إنه ما بقى رح أجل، إنه مش مثلا أمي دقت لي قالت لي أنت وجاي من الشغل مرقلة عندي، بقلها مش اليوم بكرة، بفتكر ما بقى رح أقلها بكرة، رح أمرق يعني بزيت التكة. هالقد لأبسط الأمور يعني اليومية، من أبسط الأشياء لأكبر الأشياء اللي هي مثلا إلها علاقة بشغلنا، إلها علاقة بأصحابنا، إلها علاقة بعن جد أنه كيف نكون عايشين، مش أنه تركين الأشياء. بتعرف في يعني في فترات نحن منعيشها أنه هيك، أنه عم نقطع وقت، ما عم نعطي قيمة للأشياء، ما عم نعرف نكون موجودين وفعالين بحياة التانيين، ما عم نعرف أنه الحياة قصيرة بكل بساطة، مفتكرين أنه لقلنا، مفتكرين أنه نحن كلنا أقوياء فيها، أنه نحن تحت السيطرة، هي مش تحت السيطرة أبدا، هي بأي لحظة ممكن تبطل موجودة، وممكن تبطل موجودين، وممكن الأشياء اللي بنحب نعملها، مثل ذاك اليوم شفت حدا على تويتر كاتبين انه شو اول شيء بتعمله لما بدك تظهر من الحجر، كاتبه فنجان قهوه عند ستاربكس. انت انا طلعت هيك قلت انا يهلك ايه انه هيك شيء، يعني اشياء كثير بسيطه، يعني لانه كمان ما بقى فيك بمثل هالمرحله تعمل طموحات كثير كبيره. صحيح. بدي اعمل وبدي اعمل. نحن ناس كنا لو مؤمنين ولو ممارسين احيانا واحيانا لا، بس نحن ناس كنا مفتكرين انه الدنيا ملكنا
وكل كل الدراسات وكل الاشياء النفسيه والناس اللي بدهم يعطونا نصايح لها علاقه كيف نسيطر على حياتنا وكيف نجذب الاشياء لنا وكل هيدي كان دائما مبنيه علينا انه انت بقوه ارادتك فيك تعمل وانت بقوه انت ماشي انت بتكي ممكن تكون ما حدا قاعد خايف من شقفة جرثومي عم تغسل ايديك ليل نهار وما عم تعمل شيء تاني. نعم ريما، يعني افكار كثير عم تمرق ببالنا، اوقات بتقوينا اوقات تحبطنا. لما بتكوني عم تحكي يعني هلا بالصلاه اللي قلتيها وبدعمك دائما للمستمعين على صوت الغد واللي بيتابعوك كمان اونلاين فيسبوك وعلى السوشيال ميديا، قد ايه اوقات في اشياء يمكن منقولها تنعطي هيك بوش للاخر، منكون نحن للحظة لما بنسمع من نحن بدنا هيدي البوش، يعني بنكون عم نحكي الامور بصوت عالي سمعنا بيوصل على دماغنا وبيقول ما نحن بدنا هيدا الشيء. بتعيشي هيدا اذا بدك هيدي الحاله هيدا الصراع، وقد ايه بتستفيدي اوقات من الاخرين اللي بيردوا لك بامتنان، وبنشوف قد ايه في اشخاص يعني ممتنين لريما جيم ووثقتيهم حضرتك بكتاب ريما، هالقد كان التأثير إيجابي بحياتهم وتبدلت إلى الأحسن. قد ايه بتكوني بحاجة أنت لحدا يعطيك بوش، عم تعطيها لحدا سمعتي صوتك عم بيقولها وصلت لك مباشرة؟ معك حق اللي 100%، لأنه أنا دايما بقول لهم للناس أنه أنا وقت اللي بقول الأشياء بقولها لإلي ولإلكم. يعني أنا من تعرف انا من انا وصغيره بلشت على الهوى، وانا كبرت مع الناس على الهوى، وكبرت مش بالعمر شخصيتي وثقافتي وتجربتي بالحياه. يعني انا كنت على الهوى وكنت عم بكبر، كنت على الهوى وكنت عم بتثقف، وما زلت من 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 حكايا الناس، من قصص الناس، من وجع الناس. فاوقات كثير بقول انه الناس بتفتكر انه حياتي مثاليه لانه الاشياء اللي بقولها انه ممتازه، بس هي مش ضروري اللي بقولها هي اللي انا بطبقها على حياتي. اللي بقولها هي انا بتمنى، انا اتوق ان اكون هيدي اللي بتحكيهم قادره تطبقهم، لانه نحن ما بنقدر نعمل كل الاشياء بذات الوقت ونكون هالقد قادرين نسيطر مثل ما قلنا على حياتنا وعلى افكارنا. فانا بقولهم بس كأنك عم تعمل ثيرابي إذا بدك الهوى بالنسبة لإلي، إنه بقولن على صوت عالي هيك بيسمعوا هن بسمع أنا، وبنشتغل على حالنا بذات الوقت. يعني أنا عم بحكي بكون أنا عم بعمل ثيرابي وأنا عم فكر وأنا عم بقول لحالي الأشياء. فهيك يعني حياتي الإذاعية إذا بدك مرتبطة بحياتي الشخصية، الكلمات اللي بقولها اللي بكتبها بكون هيدا هدفي إنها تصير بحياتي، ومش دايما بنجح، اوقات كثير بخطئ، والناس هن اكثر مدرسه لقلب الحياه، من خيباتهم، من وجعهم، من المهم، من تجربتهم بيشاركوني فيها كانهم عم بيحكوا مع حالهم او عم بيحكوا مع اقرب الناس لهم. انا بتعلم وهن بيتعلموا وبعدنا بنتعلم. يعني على كل حال يعني اذا بدنا هلا نحكي نقول عن جد هي الحياه مدرسه. ريما خلينا نروح للبارت هيك شوي اللي فيه يعني نوع من الفكاهه، وبعملك الاذاعي على الهواء تحت الهواء بالكوليس مع ضيوف برات ضيوف، يعني ما بتتردد انك تطلق العنان لضحكتك وكل شيء بتتصرفي فيه بطبيعيه لان هيدي هي شخصيتك. اليوم بالبيت عم بتروح لضحكه ولا عم تروح لصريخ وعياط انت عائلتك؟ لك بتعرف شو والله شو؟ هلا من يومين عملنا مشكل هيك من بلا طعمه كلنا من مع مشي بعضنا. ايه ما عرفنا مين خنق مين. يعني عرفت كيف انه لانه على القعده وعلى التعصيب وعم نجرب انه نقدر نستوعب بعضنا، بس عملنا مشكل خلص بلحظته. بدي اقول لك شيء، الحمد لله والله انك عايش مع ناس بهالحجر قادر تستوعبهم ويستوعبوك وبحبوك وبتحبهم، ويمكن ما كنت مكتشف قبل
عن جد يمكن ما كنت مكتشف قبل انه هو الناس بينعاش معهم. طلع بينعاش. كنت اسالك شو اكتشفت فيهم هن، شو اكتشفوا فيك؟ ما بهم شيء، بينعاش معهم. لانه حرام والله لذيذين. اه ما بهم شيء، انه مش مزعجين على فكره يعني. ما بيضايقوا. والولاد كبروا شوي يعني، صار كل واحد عنده اهتماماته. فلذيذة العيشة، مش عاطلة، وخاصة لما بتفكر عن جد انه في ناس اصلا ما كانت طايقة بعضها بس عايشة مع بعضها لمية سبب وسبب. هيدول الناس هلأ محجورين سوا، بتتخيل؟ بتتخيل انه نسبة الضرب مية، العنف الاسري 100%؟ امبارح على كل حال يعني مع زميلتنا ماي، كانت رئيسة الهيئة الوطن، رئيسة الهيئة الوطنية سيدة كلودين عون روكوز، بوجه لها تحية. نعم، كانت ضيفتنا بيوم جديد وحكيت، وعم بيجري من خلال يعني القوى الأمن اتصالات كثيرة عن هيدا التعنيف اللي كنت عم تحكي عنه ريما. فيعني ما بعرف، بتتخيل انه من بق يعني نحن عم نحكي مع بعضنا هلا وعم نقول اذا طايقين الحجر او مش طايقين الحجر. كيف اذا حجر وحدا عم يغتصب لك هيدا الحجر؟ صحيح. عم بيعنف وعم يضرب الاولاد. في فويس نوت انتشر، ما بعرف اذا سمعته، عن اولاد عم بينضربوا بشكل مجنون. يعني اذا انت مسيو منك قادر تظهر ومنك قادر تعيش حياتك، مش فيش خلقك بالولاد، في ناس هيك. صحيح. يعني رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، هيدا تيتر مزبوط لمدام عون روكوز، أثارت كتير هيدا الموضوع وطرت أكثر من علامة استفهام، ويعني اتمنت على اللي قادر أنه يتحرك والأجهزة كمان تلعب دور بهيدا المجال. ريما، يعني إلى جانب البرنامج الصباحي، تجاربك السابقة كانت بفعل الحمل، يعني بابنك وببنتك، ما كانوا يشوفوا وبالسفر، ما كانوا يشوفوا ريما. اليوم عم بيشوفوا ريما بيكوا، قلتي لك اليوم بتغيري الديكور. قد ايه عم تعني لهم هيدي الشغله انه امهم اللي صوتها بيوصل على كل انحاء لبنان والعالم من خلال الانترنت، من خلال هالغرفه، من خلال هالكرسي، من خلال هيدا الميكرو، من هون من بيتنا ونحن عم نشوفها، عم نشوفها لايك، كيف عم تشتغل، بيعني لهم هيدا الشيء ولا جيل السوشيال ميديا انه والتكنولوجيا انه بحسوها انه ما بعرف؟ لك بالاخر انا يعني مين ما كدت برات هالبيت، انا امهم، انا بالاخر انه خلصتي هوا، ايه قالوا لي انك مثلا طلعتي هون، او قالوا لي انك اصحابي بيقولوا عنك هيك، او عرفت، بس بالاخر شو طبختي لنا؟ وهيدا في في, في, في البطن بتدق. لا، في الانانيه تبع تبع الاولاد، انه امنا مين ما كانت تكون هي بالاخر امنا. ما بدنا حدا ياخذ منا هيدا التيتر او هيدا هيدي المسؤوليه. وانا حدا بيعرف هيدا الشيء ومنتبهت له، ف ما منعيشها كتير يعني على كل المستويات، منعيش انه بتسمع كتير اطراء واعجاب واراء كتيرة، في منا الاغلب طبعا ايجابي، بضل في حتى يكون يعني النقد بناء، لازم يكون في نقد سلبي بمكان ما حسب رأي يعني وجهة نظر المنتقد. اولادك بينتقدوك بيمدحوك؟ اذا بينتقدوك شو هو النقد، واذا بيمدحوك كيف بيمدحوك؟ يعني لا شك هن بمطرح ما، لما حدا بيحكي عني بالمدرسة، لما بيدعوني لأكون عم يعني عم بحكي بتجربتي أو عم بشارك بنشاطات بالمدرسة، لا شك أنه بشوف بعيونهم نظرات الإعجاب أو الفخر إذا بدك، أنه هيدي أمي. بس ولا مرة يعني بيقولوا لي إياها مباشرة، ولا مرة منعيشها نحن أنه كتير يعني بشوفها بالمستوى، بس بدون ما يعني نحكي فيها كتير. أوقات كانوا هن وصغار لي إذا حدا سلم علي نكون بالمول، خلص قولي لهم إنه خلص، إنه يعني بتستوعب بدهم إياكي لإلهم وحدهم،
100%، بس لا وما شك ياخذوا لهم وقتهم المخصص معك. ريما بعد معي دقيقتين. كثار من الاشخاص اللي عشقوا صوت ريما نجيم وحبوا ريما واطلالاتها التلفزيونيه اكيد من برامج او من استضافات، ونهار الاحد على زميله ام تي في رح بتكون ريما نجيم ضيفه كمان، الأحد الكل يحضرها. نعم Thank الأحد منحكي، فبقول لك جود لك من هلا. كتار خليني أقول يعني بمعارفك ومع شارك بالوسط الفني والإعلامي يعني ستارز بيتمنوا يعيشوا عيشة ريما نجيم. اليوم ريما نجيم من المطرح اللي أنت قاعدة فيه بغرفتك بالسلو ما بعرف وين، عيشة مين بتتمنى تعيشي؟ وانت بتعرفي يعني بواطن الامور وكلها يعني هل همروجه الشهره والنجوميه والانتشار، ريما نجيم عيشه مين تتمنى تعيش؟ ما في حدا شخص محدد اذا بدك، لانه كل حدا عنده لي يعني صوره الناس بتفتكرها هي الحقيقيه، بينما المضبوطه ما بتشبه الحقيقيه. نحن اوقات بندعي، نحن كل ما بدنا ناخذ صوره بنعمل هيك وبناخذ 10 12 صوره لننقي احلى وحده طالعين فيها لنطلع بافضل حال، وهيدي مش الحقيقه. الحقيقه انه نحن عندنا ديفويات بحياتنا وبشخصيتنا وبشكلنا اكثر بكثير مما الناس بتشوف، وهيدا الناس اللي ما بتعرفه. مثلا اوقات في مشاهير بينزعجوا اذا حدا كتب لهم كلمه بشعه، بيقولوا لي شفتي ليك شو كاتب عني، بصير اقول انا انه هيدا حدا كثير مثلا مفروض يكون عنده ثقه بحاله. ما حدا عنده ثقه بحاله، كله اذا بدك هيك تجميل للاشياء وكل شيء باطل. ما في حدا يعني معقول نتطلع اوقات نقول شو هالحياه اللي عايشينها فلان او عايشها فلان او هيك، بس هو بالحقيقه كل حدا عنده خيباته ووجعه والمه وتجاربه. وعلى القليل نحن الحياه اللي عايشينها كل واحد يعني اذا قدر بمطرح ما يوصل يتصالح معه ويتصالح مع نقاط ضعفه وحزنه بصير افضل بكثير من حياه يتمنى حياه ناس ثانيين. هيدي دائما بقولها للناس على الهواء اذا بدك، وكل ما بيسالوني لقلهم انه يا عمي ما في حدا مثالي ولا حدا حياته مثاليه. صحيح. ريما نجيم وصلنا لنهايه اللقاء معك، يعني كنا نتمنى الوقت يطول. هون اسمحي لي يعني بالفقره معك اعتذر من الممثل جو صادر، بس نظرا ل يعني النقل المباشر اللي صار المؤتمر الصحافي شوي تتخربط بسكايب اخرنا. جو بعتذر منك، هلا بتواصل انا وياك تحت الهواء اكيد لنحدد موعد اخر. ريما مين عم بيكون معك بالفتره الصباحيه، نضال معتوق ولا جمانة صباغ؟ نضال معتوق. هلا نضال معتوق، اوكي. اعتبريني انا نضال معتوق المخرج الفترة الصباحية. من بعد هالانترفيو شو بتقولي له، بأي غنية بنختم؟ إذا مش بكرة البعد أكيد. أوه بتجي لنقولها سوا؟ يلا يلا أنا ما منبلش دغري من عند بكرة أو أنا صار لازم ودعكم؟ بكرة. يلا بكرة. بكرة برجع بوقف معكم إذا مش بكرة البعد أكيد، انتو حكوني وانا بسمعكن حتى لولا الصوت بعيد. قد ما بعد الصوت اوقات منحس فيه، اذا مش بالسمع منحس فيه بمشاعرنا وبقلبنا وبشوقنا للاشخاص. ريما نجيم ثانك يو، امبارح نايمه الساعه 6 وعينيك بكير، وميرسي على اطلالتك السامبل المهضومه البعيده عن هيك اذا بدك الفول ميك اب وكل تقنيات الاطلالات التلفزيونيه. عن جد بقول لك ميرسي على محبتك لنا وعلى اكيد المشاهدين والناس اللي كانوا ناطرين اطلالتك اليوم على يوم جديد. بكره احد الشعنيني بالبيت. ايه بس رح تزيحي ولا سمعتك قبل شوي عم بتقول انه البسوا وحطوا صور وهيك، رح اعمل هيك خي ايه
انه هيدي دعوه الكل يعني عم بتقول انه نكسر هيدا الروتين، نقوم ما نضل بالبيجاما، لا يعني في يسوع لازم نحتفل فيه، لازم نلبس احلى شيء ليسوع كرمال هيك. حتى لانه قاعدين ببيوتنا نجرب قد ما فينا من خلال السوشيال ميديا، مواقع الكنائس والاديار، وطبعا القداس على التلفزيون. نحن رح ننقل ابتداء من الساعه 11 احد الشهرين. ريمان جيم، انا بدي اختم البرنامج اليوم، قول للمشاهدين احد شهرين مبارك بتمنى لكم اياه بكره. لا خلولي ريما، خلولي ريما بليز بعدها معنا. اوكي ريما خليك ما تروحي، انا رح اختم، رح اشكر اكيد يعني البروديوسر لاتيسيا بطيش ابو ناظر، سيرجين فينيانوس ثانك يو كثير كبيره، ربيع ميرسي لك، كل الشباب والصبايا يعطيكم الف عافيه. نعم اوكي ريما ختمي لي بس بشكل سريع لو سمحتي يومنا الجديد. إن شاء الله كل يوم بيكون يوم جديد، وقد ما يعني مرقنا بتجارب بالحياة لازم نطلع منها أقوى، وهذا مش حكي أشعار، هذا حكي حقيقة، إلا ما واحد منا يطلع بخلاصة ما وتجربة تعلمنا نكون أقوى ونكون أكثر صبرا ورجاء بالحياة. شعنين مبارك للجميع، بكرة يوم جديد ويوم الشعنين، بتمنى لك إلي لألك ولعائلتك كل الخير والصحة، لكل المشاهدين ولكل فريق العمل ضلوا بخير. Love you ريمان جيم، باي باي مشاهدينا.